أهم توقعات الفلك لمواليد القوس بالأسبوع الثاني من شهر أيار مي من عام 2021. عزيز القوس، عندك عرض غير منتظر، وقلت لك أسبوع الماضي ببلش بالجمعة 7 أو بلش بالجمعة 7 وبكفي ليوم الأحد 9. هيدي فترة كتير جيدة بعد فترة من القلق والانتظار. ابتداء من يوم الاثنين 10 بيدخل كوكب فينوس إلى برج الجوزاء حتى يكون مواجه لك ويسلط الضوء على علاقة عاطفية يمكن متعسرة أو على شراكة. هالشراكة أو هالعلاقة يا بتبصر النور بهالأيام بهاليوم، يعني ابتداء من يوم الاثنين، أو بتبلغ حالة من الذبول، يعني يا في اتفاق أو انفصال ابتداء من هالوقت. بيخدمك بلوتون بهالزمن بهالوقت مثل جوبيتر وساتورن حتى تعرف شو عم بيصير معك وتناضل بسبيل نجاح وإنجاح كل علاقاتك. بس الحظ ما بيكون متوفر بغزارة وبيفرض عليك تقبل بعض الشروط وبيجعلك مشتت التفكير وشوي فاقد للصبر. يمكن يسقط عليك الإلهام بالمجال الشخصي حتى تستوعب بسرعة وضع بالأول كان مبين كتير مبهم. هالإلهام توقعوا بين التنين 10 والتلاتة 11. بتتأثر بالشي اللي عم بيصير معك، بتغير استراتيجيتك، بس الفلك بيدعيك للصبر. انتبه ابتداء من يوم الخميس 13 ولحتى السبت 15، أو خاصة بين يوم الخميس وبين اليوم الجمعة 13 و14 يمكن يتأجل مشروع أو موعد، لأنه حضرته جوبيتر رح يبلش بمعاكستك. بدخوله إلى برج الحوت رح يكون معاكس لإلك، خاصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى أكثر من غيرك بهالفترة. رح يكون جوبيتر شوي دقيق معك وبيتسبب بتصرفات قد تكون هدامة. انتبه حتى ما تأذي أحد الأشخاص، انتبه من انسحاب من موقع أو ارتباط أو التزام.